بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في هناك طقس معتدل الحراره في الصباح على كافه الانحاء، حار رطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافه الانحاء، وفي ارتفاع نسبه الرطوبه بيزيد من الاحساس بحراره الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معنا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيبه. غدينا وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك دكتوره منار. اخبار الطقس ايه النهارده، وخصوصا ان احنا في ما زلنا في الاجواء المتقلبه، وخاصه احنا دخلنا الاجواء الصيفيه، وكمان ان بكره ان شاء الله هو يوم عرفه، فمعظم الناس هتكون صايمه بكره، فعايزين نعرف برضو درجه الحراره خلال النهارده وبكره هتكون ايه؟ طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. احنا طبعا الاجواء مستقره بشكل كبير في اغلب المحافظات، لكن طبعا معانا ارتفاع طفيف في درجات الحراره خلال فتره النهار عن الاسبوع الماضي. متوسط درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى ما بين 34 الى 35 درجه مئويه فتره النهار، تعتبر المعدلات الطبيعيه مثل هذا الوقت من العام، لكن كمان في ارتفاع في نسب الرطوبه. وجود نسب رطوبه في الجو بتزود احساسنا بارتفاع في درجات الحراره، نحس درجات الحراره اعلى من القيم اللي احنا بنقولها بحوالي من درجتين لثلاث درجات، يعني نحس درجات الحراره هي تكون 36 37 درجه مئويه مع وجود نسب رطوبه في الجو. فعشان كده طقس النهار هيكون طقس حار على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، طقس شديد الحراره في المناطق الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد ده فترات النهار، وخاصة كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. خلال فترات الليل طبعا مع غياب أشعة الشمس بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، الأجواء بتكون أجواء معتدلة تماما في أغلب محافظات الجمهورية، خاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، كمان مع وجود نشاط نسبي للرياح غير مثير لأي رمال وأتربة. نشاط رياح ده فترات المساء وساعات الليل بيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء في أغلب محافظات الجمهورية. في تكون لشبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، والشبوره دي بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، هي تقريبا على الساعه 6 7 صباحا بتبدا الشبوره المائيه في التلاشي. يعني الاجواء الحمد لله مستقره بشكل كبير، يمكن كمان لحد نهايه الاسبوع ان شاء الله مع فتره الاجازه. العظمى على القاهره الكبرى هيكون متوسطها ما بين 34 35 درجه مئويه فتره النهار، المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. كنت عايزه اسالك عليها بالذات، وكمان خاصه نسبه الرطوبه هتبقى مرتفعه هناك، ومعظم الناس هتسافر، يعني الناس كتير عامله حسابها انها ممكن تسافر في الساحل او في الاسكندريه خلال الفتره اللي جايه. هي طبعا المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط بتبقى الرطوبه فيها اعلى طبعا من المناطق الداخليه، بتوصل ل 85% ده العظمى فتره الليل، فترات النهار بتبقى ما بين 50 ل 55%. متوسط درجات الحراره المتوقعه ما بين 29 ل 30، لكن احساسنا بيها طبعا هيوصل 32 33 درجه مئويه، لكن هي الاجواء مستقره، تعتبر دي المحافظات اللي بتكون اقل درجات حراره من باقي مناطق الجمهوريه. حركه الملاحه البحريه كمان على مدار الايام المقبله ان شاء الله معتدله، البحرين هيكونوا مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن ممكن ناخد احتياطاتنا بشكل كبير فترات الظهيره، لان احنا زي ما بنقول دايما فتره الظهيره الفتره دي اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله من الساعه 12 الظهر للساعه 3 4 العصر، فبقدر الامكان لو انا هبقى موجود على الشط او حتى موجود في الشارع بصفه عامه ما تعرفش يكون معايا غطاء للراس، بالظبط غطاء للراس شمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، لانها كمان هتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. طبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، الملابس تبقى بقدر الامكان ملابس قطنيه فاتحه في اللون، وطبعا نبقى موجودين في اماكن جيده للتهويه بشكل كبير، ده هيقلل احساسنا بوجود نسب رطوبه في الجو. انا عايزه اسال حضرتك بقى بالنسبه للرطوبه، هل خلاص كده احنا معانا فصل الصيف نتعود على ان نسبه الرطوبه عاليه، ولا هتبدا تنخفض ممكن مره ثانيه؟ لا، يمكن ده كمان ممكن تزيد خلال الاشهر القادمه، احنا ذروه ارتفاعات نسب الرطوبه هتبقى في شهر 7 وشهر 8، فتدريجي احنا هنلاقي ارتفاعات في نسب الرطوبه وهتكمل معانا لحد شهر 8، مع شهر 9 تبدا ثاني تزيد نسب الرطوبه تنخفض في الجو. اكيد انا بتابع مع حضرتك طبعا بشكل يومي في صباح خير يا مصر بشكل يومي على ان احنا نتابع مع حضرتك احوال الطقس بالتفصيل. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا ليكي. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده،
والعظمى في القاهرة 34، الصغرى 23، العاصمة الإدارية 35-22، الإسكندرية 30-22، العلمين الجديدة 29-22، مطروح 29-21، دمياط 32-21، بورسعيد 31-22، إسماعيلية 35-22، السويس 35-23، العريش 32-22، كاترين 32-16، طابة 35-24، حلايب 33-28، شلاتين 38-28، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 38-27، الفيوم 35-22، بني سويف 35-22، الوادي الجديد 42-24، أسيوط 38-23، سوهاج 39-24، قنا 41-26، الأقصر 41-27، وأخيرا أسوان 42-28. في ارتفاع في درجات الحرارة، لكن إحساسنا هيكون أكتر بيها لأن نسبة الرطوبة هتكون مرتفعة. نخلي بالنا في الساعات الظهيرة من عدم التعرض المباشر لدرجات الحرارة أو للشمس بشكل مباشر، وزي ما قالت الدكتورة منار نخلي بالنا خلال الفترة اللي جاية لأن الرطوبة هتزيد، فدرجات الحرارة هتزيد معانا خلال الشهرين الجايين كمان. هرجع مرة تانية لأحمد وجمان علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا.